السلام عليكم عائلتي وحبايبي، كيف العادة نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ألف خير. سمحوا لي الأسبوع اللي فات ما لحقتش الفيديو، ما حطيتوش في القناة ديالي. إن شاء الله هذا الفيديو اللي كنصور غادي نسالي غادي نمونطيه وإن شاء الله نحطه غدا في القناة عندي. اليوم ماشي فلوغ، غادي يكون موضوع، وهذا الموضوع غادي نبداوه بواحد السؤال. السؤال هو كيفاش كيبانوا لكم البلوغر ديال المغرب اللي كيصوروا الزوجات ديالهم وكيدخلوا الحياه الخاصه ديالهم وكذا بشي حوايج بزاف، كيفاش كيبانوا لكم نتوما سواء اللي عايشين في المغرب ولا خارج المغرب؟ هذا هو الموضوع ديالنا اليوم. كل واحد غادي يناقش الرؤيه ديالو والكومونتيرات نشوفوا اراء والاختلاف ديال الاراء ان شاء الله. في جميع الفيديوهات ديالهم كيبينوا عيلاتهم كأداة، أما هو شخص كتحس به ما عنده ما يقول. العناوين اللي كيديروا: مراتي كتضربني، مراتي فقدت من النوم، مراتي خارج من الحمام. أما هو شخص كتحس به ما عنده ما يقول، كيف قلنا كيدير الجوزة ديالو باش يجني بها نسبة المشاهدة. او انا عارف بنادم مكبوت باغي يشوف الشاب والحم كيدير صريح العباره، تخلنا ديال التقواديت خدمة القواد حق ان ما فيها لا بيضاء لا حمراء، انها نفس المصطلح اللي قلت لكم هذه اللي كاينه. ولا عادي انك تصور تشوف مراتك فيديو كما كان وتلوحي، هذا هو اللي كاين. كنعرفوا فلوغر المغاربه عايشين على برا وعايشين داخل الوطن مشهورين وما عمرهم داروا الزوجات ديالهم كأداس باش يجنيو المشاهدات ولا الماني. منهم اخ عبد الله سوغا بلانكا، قليل اللي غادي يعرفوا، عايش في امريكا، كان كيدير فلوغات وكذا ومن الاوائل اللي في اليوتيوب. واش بنادم كاين اللي كيعرفوا ولا اللي كيعرفوا يخلي لنا الهاشتاغ ديالو. مابقاش كيلوح دابا، مابقاش كيحط فيديوهات، غبر دار المشاريع ديالو وهادشي اللي سمعت وكذا اللي كيتواصلوا معاه صافي غبر على دومي. وكاين الاخ امين بوشاق، هذا الدري واعر بزاف، عنده محتوى جميل بزاف، مزوج بهولنديه، ما عمرو بين الزوجه ديالو كاداه ولا شي حاجه، قليل فكتبان معاه، كتبان بعيده ولا في جنبه، قليل قليل وما عمرو دارها كاداه. والاخ فيصل اللي وصل لجوج مليون ابوني، تحيه لي خاصه، بنا راسو بنا الكاريزما ديالو خاص بوحدو بلا تيتيز بلا تهاجم. كيبقى هذا الراي الشخصي ديالي انا من منظوري ولا من الشخصيه ديالي انا، بعدا ما نقدرش ندير الزوجه ديالي كاداه باش نجني درهم معدوده، نقدر نكون غلط واحترامي لكل الاخوان. المهم اللي شافني غلط ولا اللي شاف كيأيدني في الفكره ديالي ولا في المنظور ديالي انا، يخلي في الكومنتير ناقشوا الموضوع، مناقشه زوينه بلا سبان بلا شي حاجه، كل واحد والفكره ديالو، كل واحد فهمش عقليه ديالو، كلشي كنحترموا بعضياتنا. يلا خليكم سر الفلوق ديالنا هنايا، نتمنى تشاركوا في القناه ديالي وتبارطاجيو، وكيف العاده الله يخليكم ديما ضاحكين. يلا تهلاو لي فراسكم، سلام.